أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجز والأرجوزة فهذا يسمى بالمنظومة، يسمى بالمنظومة، منظومة كذا وكذا، مثل منظومة منظومة السفاريني وغيره، يسمى بالمنظومات والأرجوزات، مثل المنظومة الفرائض التي نظمها الرحبي الرحبية غيرها. في الفقه أيضا نظم الفقه مثل نظم ابن عبد القوي للمقنع ونظمه للآداب الشرعية. فالحاصل أن النظم لا شك أنه جيد لأنه يحفظ ولأنه يبقى ولأنه ينظم المعلومات فهو جيد، وإن كان النثر هو الأصل، ولكن النظم أيضا له دوره وله فائدته في تثبيت المعلومات.